عقولنا كلها مع غزه ومع العالم كله، مش بالبهجه بتاع كل سنه. كلنا متاثرين جدا ومتضررين جدا. اتت اعياد الميلاد وراس السنه هذا العام بزينه باهته وبهجه منقوصه وفرح مكسور، فالعالم محاصر بالحزن على تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، والقلوب تتألم على أطفال القطاع. وقد ألغت بعض الدول العربية مظاهر الاحتفالات تضامنا مع شعب القطاع، أما في مصر فقد تأثرت الاحتفالات وأتى العيد مثقلا بالأزمات بسبب أحداث العام 2023. ورغم ذلك احتفلت العديد من الكنائس وفقا للتقويم الغربي بالعيد، في مقدمتها كنائس الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك والكنيسة الأسقفية والطائفة المارونية. أما الطوائف التابعة للتقويم الشرقي فتحتفل بعيد الميلاد في 7 يناير، وفي مقدمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، إضافة إلى الطائفة الإنجيلية في مصر. الجرح الإنساني في غزة لم يمنع احتفالات الكريسماس في مصر من إنعاش نسبة الإشغالات في الفنادق الموجودة في المناطق السياحية كشرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر، وأما فنادق القاهرة بدورها امتلأت بالوافدين لقضاء فترة الأعياد بسبب موقع مصر الاستراتيجي وقبلة مميزة للسياح، وقد وصلت نسبة الحجوزات إلى 90%. المختلف هذا العام بالنسبة للمصريين أن الأدوات والزينة التي استعملت في المساحات الخاصة والعامة تأثرت بحملات مقاطعة السلع الأجنبية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، فجاءت الزينة هذا العام صناعة محلية بنسبة 60%. أما بالنسبة لسهرات رأس السنة، بعض الفنادق والشركات قامت بإلغاء احتفالات رأس السنة تضامناً مع غزة. جو الحروب اللي ساد العالم من الحرب الروسية الأوكرانية حالياً إلى الحرب المؤذية الموجودة في فلسطين، طبعاً لا شك إن دي كمان عايز أقول إنها أثرت كتير على نفسية الناس وعلى كل المسيحيين وكل العرب، كل الإخوة مسلمين ومسيحيين في مصر، كلنا متأثرين جدا ومتضررين جدا على الأقل نفسيا بما يحدث في غزة ولأطفال غزة وسيدات غزة ورجال غزة، لأنهم عرب وإخوة أحباء وأشقاء جدا، ومحدش أبدا يقبل سفك الدماء وقتل الأطفال في مثل هذه المناسبات أو في أي وقت. مفيش دين سماوي يأمر بهذه المذابح التي نراها، التي تعدت حقوق الإنسان وتعدت حقوق الأديان أيضا ووصايا الأديان. احتفالات عيد الميلاد ده احتفالات طقسية احنا استلمناها من أبائنا الرسل من أبائنا الأولين، فتقليد واحتفالات طقسية متوارثة كل سنة بتتعمل، فده مفهوش أي يعني مفيش حاجة جديدة بتتعمل عن السنة اللي قبليها أو السنة اللي فاتت أو أي كان، ولكن احنا بنبقى مبسوطين بميلاد السيد المسيح لان هو دوت ميلادنا، هو ده ايماننا وده خلصنا كلنا ان هو يتولد في قلبنا ان شاء الله. بص انا هقول لك على حاجه، هو الطقس كده كده ما بنقدرش نغير فيه، ولكن احنا طبعا كلنا قلوبنا وعقولنا كلها مع غزه ومع العالم كله، مع الحروب ومع المشاكل والاوبئه والحاجات اللي بتحصل دي كلها، كلنا طبعا قلبنا يعني يفطر حزنا وبيتقطع لان اخواتنا في كل حته، لان انا اخويا الانسان تعبان، انا ما ينفعش ابقى سعيد ومبسوط واخويا الانسان تعبان، لان السيد المسيح علمنا لنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، فاحنا بنعيش الطقس وبنتمنى وبنصلي لاخواتنا في كل العالم ان ربنا يرفع عن العالم كله الوباء والتعب والاوباء والحروب، وبنتمنى ان ربنا يعم السلام في قلوبنا كلنا ويعم السلام على العالم كله، وده احنا بنقول بميلاد السيد المسيح ان شاء الله السيد المسيح يتولد في قلوبنا كلنا ويعم السلام على العالم كله. الاحتفالات السنة دي طبعا مش بالبهجة بتاع كل سنة، يعني النهاردة الكنائس بتاعتنا مقفولة، الزيارات للقدس دلوقتي في هذه الأيام مش موجودة، فكل البهجة وكل احتفالات مش زي كل سنة، كلنا متألمين وكلنا حزانة، بنشوف مناظر الأطفال اللي بيتقتلوا والسيدات والبهدلة اللي بنشوفها
سواء على التلفزيون أو على السوشيال ميديا، فطبعا القلوب بتبقى منقبضة، في انقباض في القلوب، في ديبريشن، في إحباط. لكن نأمل إن شاء الله كده مع السنة الجديدة يبقى لينا رجاء، لينا رجاء في ربنا إنه يمد إيده ويبطل هذه الحروب كلها. مصر يعني حافظة الإيمان المسيحي الأرثوذكسي على مدى الدهور، يعني مصر صخرة الإيمان المسيحي المستقيم الأرثوذكسي، يعني إيمان مستقيم. مصر كانت قائدة للعالم كله على مدار قرون عديدة، تلناو مصر هي محافظة على هذا الإيمان. عندما نتحدث عن الوضع الاقتصادي الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فهناك أزمات متعددة في دول متعددة تنعكس سلبا على باقي الدول حتى وإن كانت تحقق استقرارا نوعيا. ما يحدث في السودان، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث في دول عديدة في الشرق الأوسط له انعكاسات على الداخل المصري من الجانب الاقتصادي بأشكال مختلفة، ولكن رغم ذلك ما زالت مصر تحظى بنوع من الاستقرار النسبي الكبير بالنسبة للدول المجاورة، وما زالت تحظى بحجم جيد من السياحة الأجنبية خلال أجازة الكريسماس رأس السنة. السنة دي بالنسبة لاحتفالات عيد الميلاد أكيد هتختلف لأسباب كتير، ومنها طبعا سبب غزة، والاحتفالات غالبا السنة دي أو نسبة 90% هتبقى داخل الكنيسة، مش هتبقى احتفالات عامة في الشارع. الاحتفالات السنة دي قد تكون واخدة طابع منكمش شوية عن السنة اللي فاتت بسبب ما يجري حولنا من أحداث في غزة، ونتمنى إن الأزمة دي تمر على إن شاء الله بإذن الله وتنتهي، ونحافظ على أرواح أخواننا الفلسطينيين. احتفالات الكريسماس هتختلف عن كل سنة بسبب اللي بيحصل في أحداث غزة والأحداث اللي بتحصل فيها دلوقتي. محدش فينا يقدر ينكر إن القلوب كلها السنة دي مجروحة بسبب اللي بيحصل مع أخواتنا بره في فلسطين، بسبب الإنسانية عموما، لأن في الأول وفي الآخر احنا بشر، وتعليم المسيح بتعلمنا ازاي نكون بشر، وتعليم الانجيل كلها بتتكلم عن ازاي اللي احنا نكون بنحترم بعض كبشر. فاحنا شايفين اخواتنا واطفال برا مأزية في الاول وفي الاخر، مأثرين طبعا بالاحداث اللي دايرة حوالينا من الحرب بتاعت غزة والقصف اللي بيحصل هناك، اكيد مخلينا متأثرين، يعني مش حاسين بطعم العيد زي كل سنة. 90% من الناس مش قادرين يحتفلوا بطبيعتهم، فده طبعا أثر على كل في الستورز وعلى كل حاجة، ما بقاش الناس بطبيعتها أو بتشتري أو بتفرح الفرحة الطبيعية بتاعتها.